انفعال الممثل والنجم الهندي الشهير سيف علي خان على المصورين، ففي آخر الظهور له مع ابنه تيمور، وذلك حينما حاول أحد المصورين التقاط صورة لهما أمام منزله الجديد، الشيء الذي أثار غضب النجم الهندي، حيث أن هناك صورة تكشف علامات الانزعاج على وجهه، مما أرغم أفراد الحراسة والأمن على إبعاد المصورين بعيدا عن المنزل. ويشار أن النجم الهندي سيف علي خان قد قام بتكثيف الحراسة وإجراءات التأمين حول منزله وعلى أفراد أسرته مؤخرا، خاصة بعد الأزمة التي يعيشها حاليا، وذلك بسبب مسلسله الجديد على الويب، والذي قام من خلاله بإهانة القيم الهندوسية، الشيء الذي أثار موجة من الغضب والكثير من الانتقادات لفريق العمل ومن بينهم سيف علي خان. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم الجديد.